كمواطن كيفاش عشت ديسيبسيون الاخرانيه نتاع ليكيب ناسيونال كونتر كاب فيغ؟ شو قال لك؟ جات من توا خير من اللي جات من بعد. كانت متوقعه ليك بصراحه؟ لا خاطر ماهوش متوقع، كانت تونس كانت الاولى وبعد تخرج هكا. انا احنا لبناني والله ما توقعتش باش تخسر، خاطر تلعب في ارضنا في بلادنا. وسينابي المعلول هذا اللي يقول كيما نقولوا انا كيما نقولوا باش تغير حاجه من المنتخب، ما تغير من حتى شيء. هي سامي تربرجي خرج خلاها بست نقط ولا بأربع نقط وما تغير حتى شيء، ما ثم حتى حد فرحان جاي باش نبدل باش نعمل باش نعمل باش نعمل، ما عمل حتى شيء، ما بدل شيء في المنتخب. هو بيت الجوار ديجا رجع حقي، فهمت اللي بعده سامي، ما انت فهمت كيما يقولوا من عمل جبا يا اخي وقع فيه هذاك هو. ما مليش هذا نبيل معلول ولا الضحك، حيت لعبوا لسامي طرابلسي من اقوى المدربين في تونس، فهمني لعبوا له هكاك. احنا كنا نترشحوا باش نلعبوا كوب دو مود، نترشحوا على المروك ونترشحوا على مصر ونربحوا معناتها في كيبات كبار. ليبيريا وقت اللي كان جورج ويا طاير في الاوروب وربحناها وترشحنا على حسابها، نجيو توا 2010 نخسروا معناتها ضد الملاوي، نتحرموا باش نلعبوا كوب دو مود ونزيد نتحرموا توا ضد الكاب فير، معناتها هذه جزيرة صغيرة تضم 500 ألف ساكن أصغر من صفاقس، نخسروا ضدها معناتها أقل ما نجم نقول عليها كونها هزيمة مخجلة لتونس وللشعب التونسي. ماشي مش في بالي على أساس مش نربح أربعة خمسة، خسرنا زوز بلاش معناتها، فهمت معناتها حتى لاعب ما ثماش ما ثم حتى شيء، وكان كورنا وخسرنا أبرك. أما كيب أنا أتفرج على أضعف كيبات في العالم وما ريتش كيب في حياتي تكور هكاك. والله كف كبير الكرة القدم التونسية، وحسيتها من أي كتونس الكل، ما أنا حسيتها حاجة كبيرة، ما أنا ما توقعتش لحق الخسارة هذه، خاطر كاب فير ماهيش كاميرون ولا نيجيريا ولا غانا، فهمت؟ وديجا ربحناه احنا غادي، فهمت؟ مع سامي طرابلسي بون ليفيكتيف مش هكا الكل، معناتها اغلب الجمهور نتاع ليكيب ناسيونال ما يحسبش ليفيكتيف باش يكون هكا، ثم انحيازات الفرق في تونس وثم جوارات كانت تستحق تلعب في المنتخب الوطني بون ما خذتش فرصتها. اون تو كوا كي لون سوا، معناتها حتى الجوارات خايبين ولا ما عرفش يعيط سيليكسيون مهما يكون، خاطر تونس كانوا نجموا يربحوا بريتو كاب فير. انا ما كنتش نسمع بها جمله قبل في الافريق، ما سمعنا بها كان تو كاب فير، مع مهما يكونوا لي جوار كانوا نجموا يربحوا. والله الخساره كانت متوقعه، خاطر المدرب ما عملش المجموعه اللي لازم تكون، ومعناتها فريق كامل معناتها هزوا من الترجي هذا التونسي، الترجي هذا التونسي لعب برشا مباريات، دونك الفريق كامل تعبان معناتها فيزيكمون وكل شيء، وحتى لونفي ما حسينا بها تمست معناتها نتاع جوارات وكل شيء معناتها، دونك سي نورمال باش نخسروا. دونك تشوف العوامل المتوفره في ليكيب ناسيونال وستيل دو جو اللي يلعبوا بيه توا من اللي جانا بين معلول، معناها نجمو نكونوا معناتها هذيك هي الريزلتا الواقعيه اللي لازم تكون مع ليكيب ناسيونال. انا رايي كان هبطوا 11 طفله يكوروا راهو جبنا النيل على الاقل، فضيحه ليكيب فضيحه. نرفزت ياسر وشيء بصراحه كنت متوقع، وانا كي يجيبوا ممرن عمره ما عمل ريزلتا، رانا برشا جمعيات ما عمل معهم حتى شيء، ديجا الترجي في الفينال معناتها عمل اختيارات معناتها غالطين برشا وخسر الجمعيه نتاعو في الكوب دافريك، في الكوب دافريك اللي فات، وان بليس ما كانش قادر باش يترشح حتى في الشان، في الشان ما تونس معناتها وصلت خذات الكوب دافريك في وقت الثوره، وقت اللي معناتها الجوارات الكل اللي خموا في عائلاتهم وكل، وخذينا الكوب دافريك وربحناه، هو مش معناتها باش يترشح للشان، ما نجمش حتى يترشح ضد المغرب. ما خلاوش انطباعات باهيه، فهمت؟ والحل الوحيد هو يعاودوا يراجعوا الاختيارات نتاعهم ويخليوا ناس محايدين، معناتها ما يخليش واحد ينتمي للمراسل ولا مقدم في الجزيره. حتى تونتي ما كان يتوقع ان معناتها كيب ناتونال معناها تلعب بارتي كان هكا، فهمت؟ بون المسؤولية الكل يتحملها نبيل معلول، خاطر هو حتى في الاختيارات نتاعو نتاع الدورات ما كانت موفق جملة، فهمتها؟
هما زوز اسباب رئيسيه. السبب الاولاني هي الجامعه ما تعرفش تختار لي كادر، ما حطتش ناس معناتها اكفاء في المكان نتاعهم. والسبب الثاني هو نبيل معلول، معناتها اختياراته كانت فاشله، الاطار الفني كل معناتها ما نجحش. الجامعه كامله لازم تستقيل، مش كان هو لازم يستقيل، الجامعه كامله تستقيل. مش معقول، خاطر هو اللي شكون اللي اختاره؟ هو يجيبوا نيمبورت كي يقولوا شكون الريفيرنس نتاعو؟ مش معقول ممرن مخه يفكر في 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 قناه اخرى ياخذ، معناتها يخدم هنا ويخدم هنا، ما يجيش هكاك. هذا مسؤوليه نتاع شعب كامل، مش يمثل الشعب كامل. نرجع للاختيارات، خاطر فما جوارات ما يستحقوش يقعدوا حتى على البنك، مش يلعبوا تيتيلير، فهمت؟ اللاعبين هذيك امكانياتها شنو؟ شباب مترشحوا قبل ما خذوش كان قبل في عاصمة طرابلسي. يلزمنا اسم كبير، فكان منتخب تونسي يلزمنا اسم كبير في الوقت الحاضر.